وينضم إلينا مشاهدينا الكرام هاتفيا الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة. أهلا بك دكتور. بحضرتك يا فندم. إذن رئيس الوزراء ترأس اليوم اجتماع مجلس المحافظين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان ملف توريد القمح على رأس الأولويات من أجل تحقيق الأمن الغذائي. ما هو تعليق حضرتك؟ طبعا يعني الأول في حاجة أشكر حضرتك، والحقيقة ملف القمح ده واحد من أهم الملفات اللي بتولي الدولة المصرية اهتمام كبير. طبعا شفنا اهتمام بزيادة مساحات المزارع في القمح، تحفيز للمزارعين من خلال زيادة سعر التوريد، وأيضا وضع حافز للتوريد. فالحقيقه كل دي كانت اجراءات نفذتها الدوله المصريه. كمان احنا بالنسبه للتوريد في القمح، احنا طبعا محصول القمح من المحاصيل بتاخد يعني مزارعي القمح بيحصلوا على دعم الاسمده، فالحقيقه جهود الدوله في هذا السياق كبيره جدا. ايضا الدوله بتشتري القمح تقريبا الكيلو بيوصل لحوالي 6 جنيه. الكيلو ده بينتج تقريبا 10 ترغيفه، فاحنا بنتكلم ان ده بيعود مره اخرى للفلاح مر بشكل تاني، او للمزارع بشكل تاني، او للمواطن المصري بشكل تاني. تقريبا سعره ما بيتجاوزش نص جنيه، فكل دي تكلفه بتتحملها الدوله. هدف من ده ان احنا نوفر مزيد من الامن الغذائي للمواطن المصري، ونحقق مزيد من الاكتفاء. فدي الحقيقه جهود كبيره بتنفذها الدوله المصريه، مع طبعا حرص الفلاح المصري على التوريد. اكيد هنقدر ان احنا نحط مزيد من الاحتياطات الاستراتيجي الموجوده عندنا، وطبعا تم زياده الساعات التخزينيه. احنا قدرنا نوصل لاكثر من 5 مليون طن ساعات تخزينيه عشان يكون عندنا احتياط استراتيجي كميات كبيره، وبالتالي يلبي احتياجات المواطنين. ان شاء الله ده يحقق مزيد من الانتاجيه ومزيد من التطور في عمليه الانتاج للاقماح باذن الله. نعم. طيب دكتور، يعني في اطار التاكيد ايضا على ان ملف توريد القمح هو الاهم حاليا، كيف يمكن اذا للدوله ان تتعامل بحسم مع هذا الملف لمنع اي تلاعبات؟ طبعا الحقيقه في قرارات منظمه صدرت من الجهات المعنيه، طبعا وزاره التموين من ضمن هذه الجهات اللي اصدرت قرارات لاحداث مخالفه تموينيه لمن لا يقوم بالتوريد التموين، وضع ضوابط لعمليات نقل الاقماح للصوامع، وكمان بتحدد من يحق له النقل والاجراءات المنظمه لهذا الاطار. فالحقيقه جهود كبيره تم تنفيذها، واكيد هيكون في اجراءات صارمه ضد كل من يتلاعب، ان احنا بنتكلم على لقمه عيش المواطن المصري. صحيح. واكيد مش هيكون في مسموح ابدا يكون فيها اي نوع من انواع التلاعب او اي تاثير على صحه سلامه وتوفير الغذاء للمواطن. نعم. اذا نشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد قرش متحدث باسم وزاره الزراعه، كنت معنا في نشره السادسه.